الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم. تموش انت بلادكم تاني وسي كيما تلمسان كيما وهران كيما كاع القطر الجزائري كيما يقول لك، رانا في بلادنا بارتو وني لا سوي لي بيان فينو جو ريميرسي اوسي مو اوسي نحييكم باسكو اللي تفكرتوني درتو هذا كيما يقول لك المبادره، جيتو عندي من طريق طويله وهذه هي. La vie fait des bon, c'est un souvenir pour moi, c'est imaginable. Détourner 22 ans, 20 ans en arrière, ça c'est un grand plaisir. Je te remercie parce que l'action de Karni Bzaf Soalah, c'est que des bons souvenirs. مالغري كيما يقول لك الوقت اللي كان ب شويه صعيب في هذاك الوقت باش تكون من بين اللاعبين، كان عندي لا شونس باش نلعب في الفريق الوطني ونمثل الفريق الوطني سيرتو في وقت كيما هذا. كانت العشريه السوداء، كانت الناس يعني كيما يقول لك فريمون البسمه كانت غايبه، الضحك ما كانش، كنا نعانوا كيما يقول لك لو مومون تاع الارهاب، وقدرنا باش كيما يقول لك نديروا نتيجه سيرتو في هاد لا بيريود، ونشاركوا في تأهيل الفريق الوطني لنهائيات كأس إفريقيا. نظن هذا هو الماتش تاع لو بلوس امبورطون، سيتي كونت لوغاندا جو بونس. الوغ سا في ان غران بليزير دو توجور دو فوار سا، سي ان اونير، سي ان اونير دو بورتي لي مايو تاع الفريق الوطني، سي ان غران غران بليزير بور موا اي بور توت لا بوبيلاسيون الجيريان. حامد شوف لا دوزيام فيديو. Encore une fois, dans le cœur de la boîte, il y avait la présence d'Aaron Tekin. Maïton qui va pouvoir rouler. Voilà. Le but magnifique, c'est Sofiane Feloulli en l'occurrence qui est venu l'inscrire. Entrée en jeu quelques instants plus tôt, la frappe pied gauche de Sofiane Feloulli. Il a pris une expérience les derniers moments, malgré qu'il a eu un problème sur le Fariq Ouattani, sur le vestiaire de Fariq Ouattani. Wesh Gal, wesh normalement. انا ننصحو باش ما يدخلش في هاد التفاصيل تاع الكواليس تاع الفريق الوطني. فوق كي يجي الفريق الوطني نو نا بيزوان كي نو دون سون اكسبيريونس سور تيران، سون ترافاي، سا فولونتي، سون امور بور لو درابو الجيريان. اون ا با بيزوان سيرتو ان سو مومون، اون ا با بيزوان دو كوليس في الفريق الوطني. نظن بلي فاغولي سي ان جوار اللي يقدر يتكل عليه الفريق الوطني. حميد انت لعبت في dans le championnat turc, est-ce que tu vois belli Soufiane Feghouli عندها بلاصه باش يولي ان تيتولار امبورطون في غالطاسراي؟ انا نظن بلي نيمبورت كال جوار الجيريان الى سا بلاص بارتو موند، باسكو لو جوار الجيريان الي ني كوم فوتبولور، زاد فوتبولور ويكبر فوتبولور ويتربى بكرة القدم. يعني كما راك تشوف راك تشوف يعني اللاعب الفريق اللاعب الجزائري عنده امكانيات ملي يزيد هو كما يقول لك كوم لو بريزيليان. انا نظن بلي انا هكا نمثل اللاعب الجزائري يقدر يلعب بارتو موند، سواء في تركيا ولا في اسبان ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا، باسكو عنده لي كاليتي يزيدوا معاه لي كاليتي الجيريان. الوغ il faut juste lui donner la chance, il faut juste lui laisser le temps, il faut juste bien l'entourer. C'est ça qu'est-ce qu'il faut pour le joueur algérien. C'est dommage les dernières années on n'a pas eu comme يقول لك des joueurs algériens naturalisés من عندنا هنا زايدين هنا ما يلعبوش في الفريق الوطني. C'est grave, c'est dommage que qui joue au Fariq Louatani 99% des joueurs جايين من برا. Je dis pas que c'est pas des algériens, mais je dis que يعني عندنا يعني la perle تاعنا هنا محطوطه في الجزائر يعني تزيد هنا، مي سي دوماج ما يلعبوش في الفريق الوطني. سي غراف، سي غراف بور لو فوتبول الجيريان. وحنا من بكري موالفين باللي ناسيونال يعني 80% ولا 90% يعني سي دي جوار ناتال يعني زايدين هنا. انا مانيش كونتر لي زيميغري باسكو موا اوسي سو ان ايميغري وزدت هنا وعندي مون فيش ثاني راه دروك ايميغري. الوغ انا جو سوي بور لو جي با سونتيمون بور لو فوتبول سيرتو كي توصل للفريق الوطني. جي بلي سونتيمون باسكو جادور الفريق الوطني. الوغ سكو اللي يجي الفريق الوطني يفو كي دون بلوس كو لوي، بلوس كو سا فامي، بلوس كو يخمم في الفريق الوطني، باسكو اون ان بوبل ترو 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 فيير، اوني ترو فيير دو نوتر بوبل. يحب الفريق الوطني ويحب كرة القدم. راك تشوف بالخسارة بالربح اللي توجور لا. أنا شفتهم في كامبالا، شفتهم في نيروبي، شفتهم بارتو. يعني الحمد لله ونا ان بيبل ادورابل. أتمنى هذا اللي يجي الفريق الوطني يمد بليس ويخمم في الجمهور اللي يكون داغيير لا تيلي. حميد شوف لا تروزيام فيديو. وي. لا لا لا
Ça, le raté à Slimani, je pense. Bon, Slimani, pour moi, c'est... Alors, je vais vous faire la vidéo parce que... C'est mon poste, alors. Il y a une polémique à Slimani. Est-ce que, à l'aspect comme ça, normalement, il est le numéro 9 de l'équipe nationale? Oui, oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Slimani, pour moi, c'est un grand avançant, c'est un grand attaquant, et c'est un batailleur sur le terrain. C'est un joueur qui travaille beaucoup, c'est un joueur... qu'il a la rage de gagner, c'est un gagnant, Slimani, parce qu'on le voit, sur le terrain, on le voit partout, il jrit, il tape, ça se voit, c'est un joueur, mais vraiment, il veut faire quelque chose pour le faire, l'Ouattani, c'est un grand avançant, un match contre les Nes, les Raham, Slimani, c'est pas un avançant, le faire l'Ouattani, parce que Slimani, c'est Atana quand même, Atana contre la Russie, Atana contre Kent Mafi, contre Umderman, Kent Hader, les deux qualifications de la Coupe du Monde, Kent Hader contre l'Allemagne, il a fait un grand match aussi. Là, il marque, il est à 25 buts, ce n'est pas donné à tout le monde, 25 buts pour Ferek Louattani. Je pense qu'un avançant qui a marqué 25 buts pour Ferek Louattani, c'est bien, il est encore jeune. Là, il prend une expérience en Angleterre. Ça, c'est un complexe pour certains. Mais pour certains, ils ont ce complexe. Mais non, je suis fier. Un joueur, les Zedhna en Angleterre, c'est pas facile. Hein. J'ai fait un lycée, tout le monde fait l'histoire. À l'époque, ouais, j'étais à Leicester. À l'époque, j'avais un contact à Leicester et je suis resté déjà 2 mois. Canon en Ligue 1, Leicester à l'époque, c'était quelle année, je ne me rappelle plus. Gatma, de te laisser ma homie tout ça, ou la galbe, le genou taïma, parce que les Anglais qui chafouent, j'ai un problème de genou, ils ont annulé le contrat. Mais c'est dur pour jouer en Angleterre parce que c'est trop physique, c'est trop. Ouais, j'avais un gabarit, même l'entraîneur, il a frah que les séances d'entraînement, les dertons, les matchs, les dertons, et tout ça. C'était dommage parce que j'avais un genou un peu bousillé, quand le genou taïb. Alors, même si pour l'expérience, les dertons en Angleterre, j'ai aimé jouer en Angleterre parce que le championnat connu mondialement et tout ça, le championnat fait rythme Ali Bzef. On donne les Slimani, Bon, tu as l'association AFO. Bon, c'est un plaisir de voir encore les joueurs de Toana. On fait des matchs pour, de charité, on fait des matchs pour les handicapés, pour les enfants abandonnés, pour les traumatisés. On joue pour les autres, on joue pour le plaisir, on joue pour plus pour le plaisir, voilà. C'est l'occasion aussi, il y a Ben Zarga, il y a Tsabih, il y a Daoud Sofiane, il y a Daoud Abdallah, il y a Tasfaout, il y a plusieurs joueurs, plusieurs joueurs qu'on a eu de bons moments. C'est un plaisir de les voir toujours. Kintlaqou fait les matchs qui m'a haka, nous gâte frach parce qu'on a passé un bon moment ensemble. C'est vrai, c'est vrai, nous avons joué au football par amour, pour l'amitié, c'est qu'un jeu pour connaître les hommes. Alors, c'est le charme de nous, qui sommes dans cette association. Nous remercions Jamie Abdallah, Gamri Redouan, Daoud Sofiane, et les gens qui sont متلايمين على هذه لاسوسياسيون اللي قدروا باش في مده كما يقول لك 2015 ils ont créé هذه لاسوسياسيون قدروا باش دروك راه عندنا يعني بلوس كو 47 جوور 20 جوور انترناسيونال لا سا ان غران بليزير دو فوار سا سي توجور دو كما يقول لك يجوا الناس يشوفونا كما رحنا لمارسي ولا رحنا لباري ولا رحنا للنعامه ولا رحنا لبسكرا رحنا لالجي رحنا اون في لو تور هنا في لاجيري ولا اير. C'est toujours un plaisir qu'ils jouent à ce choufouk.
حنا نظن بلي ما نساوناش الجمهور، ما نساوناش الجمهور باسكو فريمون ما نقولكش مدينا للجمهور واش كل صوالح كبار، مي عطينا الجمهور اللي كان كما يقول لك محتاج الجمهور هو البسمه والفرحه في ذاك الوقت، يعني وقت لا دي سيني نوار. دانيير ايماج ما جير ايغيل ومن هاد لي تخوا سان غران مسيو بور موا سي لو بلو غران جوار كو لالجيري الا كونو باسكو الى دوني على لالجيري كيما يقول لك تو سون اكسبيريونس سوا سور تيران اي ماتمون سور لو بون. C'est le seul joueur dans la Ligue des Champions, c'est le seul joueur qui a marqué un but. Il est gardé le Farek Louatani ou Ajder. Il a ouvert beaucoup de portes, le Nes Limora, les joueurs, les Rahomora. Il a créé. Majer pour moi, il reste le plus grand. Eril, Gilles. تاسف باسكو انا ان باركور معاه خدمت معاه يعني كاليفيكاسيون انيكدوت معاه في الايطالي يعني كانت مناوشات بيني وبينه الفوتيف سي سكرتير يعني هذيك سي نيستوار انا نسيتها كي شفتها دروك وكي راني نشوفها نتذكرها مي بون باسكو ما تقوليش انا تجيبها ديريكت تفش من بعد تلعبها في الفريق الوطني ومن بعد تشكل عليه وتزير عليه باش يبدلك شي يبدلك ان جوغ اللي يطلع من تحت من السونتر من لا باز. حنايا كانت عندنا بكري الحمد لله وناي لا شونس دو جوي دون زان مومون كيما يقول لك وين كانوا المدارس كيما كانت الواط كانت جمعيه وهران كانت اتحاد الحراش كان نهد كانوا هادو كاع يمدوا للفريق الوطني وتعلمنا ثاني حنا ثاني وصلنا مع جيل شباب يعني جيل ذهبي يعني كيما صايب كيما طاسفاوت كيما تزيري بلال كيما طلعنا حنا صيفي غازي رحو حدو مولاي طلعنا مع جيل شباب. هذاك الجيل كان خارج من المدارس ما كانش خارج من ما 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 من الاوتيل ولا كان خارج من الدوره تاع الجي كان جاي مدارس كرويه يديروا مدارس كرويه. انا نطلب وزير شبيبه ورياضه ونطلب رئيس الفاف هذا السيد زرشي باش يديروا لنا ما يقعدوش يقعدوا قتلونا بالتكريمات وقتلونا بالقرعه وقتلونا بهذا الصوالح. ديروا لنا دي سونتر دو فورماسيون يفو بروند دي ديسيزيون يفو يشوفوا نشوفوا الناس تبدا تخدم. انا مازال ما شفتش يا دي بروميس بلي غادي نديروا دي سونتر دو فورماسيون مي كون اون مار دي بروميس باسكو اون 560 اكس جوار انترناسيونال رانا بطالين صغار اللي راه يخدم. ماذا بينا نمدوا الاكسبيريونس تاعنا لي جون تاعنا باش ما نروحوش نجيبوا من برا نقعدوا كل خطره حنا نروحوا نجيبوا دي جوغ من برا شحال قدنا علاش ما نخدموش. ها لا مصر راحت بلي زاماتير كوب دي موند لا المغرب راحت بلي زاماتير كوب دي موند تونس راحت بلي زاماتير على عندهم لي سونتر دو فورماسيون المغرب ايزون برا هنا انا ما تجيبليش جوار من الدوره تاع فرنسا وتقول لي هذا جبتها لك محترف وجبتها لك جيب لي جوار فريمون يكون كيما نقول لك كونفيرمي كيما مصر عندهم محمد صلاح كي تشوف محمد صلاح صافي بليزير فوالا صافي بليزير تيتولار وانديسكوتابل فوالا. انا تبني محمد صلاح هو من بين احسن لاعبين في العالم نظن انا هذا رايي كل واحد ورايه. تشوف ثاني هذاك العربي ثاني العربي تاع المروك ثاني الله يبارك. تشوف المساكني ثاني هذاك المساكني تاع تونس هذاك مصنوع وين من سونتر دو فورماسيون تاع بلاده. حنايا انا لي جوار نجيبوهم يلعبوا لنا دو زون نعطوهم ان بيتشي تاع تعوزين بعد يعتزل 28 يعتزل وين كنا محتاجينه يعتزل وين يروحوا يلعبوا القطر مقبره اللاعبين يروحوا لدبي. هذا كي جوار يبغي يكمل يروح القطر ولا يروح لدبي هذيك مقبره تاع اللاعبين يعني طولها هذيك سي با ما نقولش انا روح لايطالي روح الانجليز روح للالمان روح بعد من بعد كي نشوفوهم رانا جبناهم ما عطاونا والو. انا ايتي كاليفي دو فوا كوب دي موند رانا لاعبين 250 جوار باش رحنا كوب دي موند سي فري دو فوا بصح 250 جوار. ايا وين راهم هاد 250 جوار؟ كاين الناس اللي نساتهم كاين دي جوار راحوا كاليفيكاسيون كوب دي موند نساوهم الناس ماهمش يعرفوهم باسكو لا كل جوج دقائق جوار لا بصح انا كون ندير سونتر دو فورماسيون هنا في البلاد نديروا لي سونتر دو فورماسيون
لو جوغ يلعب عندك هنا في الشامبيونات تاعك وقادر منا يروح لك لاسبان وقادر منا يروح لك الانجليز وقادر والشعب ما ينساهش باسكو خريج الكره الجزائريه يعني يخرج من المدرسه الجزائريه. لا يعطيهم الصحه اللي راهم يجوا من فرنسا واللي راهم يجوا يمدوا لنا هذيك الزوج دقائق باسكو هذيك العامين اللي يلعبوها نعيط لها زوج دقائق في الفريق الوطني باسكو واحد يلعب فريق وطني كيما تصفى وتلعب قريب 20 سنه في فريق وطني كيما ماجر كيما تزيري كيما هذا مد الفريق الوطني 20 سنه هو يمد باسكو علاه خارج من ليكول ما تنساش اللي تصفى باريكزون خارج من جمعيه وهران كاين تزيري بلال خارج من الملاحه من ناد هذيك ثاني مدرسه كبيره ومدت ما مدتش غير تزيري بلال كيما نقولوا احنا ما كاين دي جوار اللي يقعد يطول في الفريق الوطني هذاك هو الجوار اللي الناس ما تنساهش الجوار اللي يجي لك من برا يدي لك دراهم ومن بعد يروح انا جو سوي كونتر. سانك ايفينمون نبدو بالايفينمون الاول ما بليسير تاعي 94 هنا في التيران هذيك البلاصه بعد الوغ سيتي ان تورنون تاعي بالك كانت قالك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني لا بليسير تاعي كانت خيره بالنسبه ليا باسكو ابري لا بليسير قدرت باش ندير ان مودست اكسبيريونس في كره القدم في ميدان كره القدم انا نظن بلي سيتي كانت سي فغي حرمتني باش نلعب في لي غران كلوب ما حرمتنيش باش نكون يعني من بين احسن المهاجمين في الجزائر وهذا شرف ليا كبير باسكو افي كان سيلبي قدرت باش نكون في الفريق الوطني وافي كان سيلبي قدرت باش نكون في تركيا وليت محترف كاين الحمد لله الجينيراسيون اللي بالك ما يشافش عليك ولا كان عندك سيري بروبليم في الجنوب جي سكا ميتنون جي بروتيز جي في 10 تاع لي زوبيراسيون لعبت بنف اوبيراسيون في الباركور تاعي كل عام ندير اوبيراسيون الوغ دروك عندي بروتيز يعني درتها عندها عام c'était un peu difficile pour moi mais alhamdoulillah بالاراده وكل شيء قدرت باش كيما يقول لك مالغري لا بليسير اللي كانت عندي سيتي فريمون بليسير واعره وقدرت باش كيما يقول لك نمثل لي مايو اللي لعبت فيهم في لي كلوب ولا في الفريق الوطني ولا في تركيا ولا الحمد لله يعني كل شيء بالاراده يقول لك ماما الانسان يقول لك ما يلقش يكونش كيما يقول لك يكون ضعيف يكون يعني اوبتيميست وانا كنت اوبتيميست بزاف كنت كيما يقول لك تحديت لا بليسور تاعي تحديتها نطلب هادو الناس اللي يتبليساو ولا ما يكرهوش باسكو يعني نشوف دي جوار بزاف غير تبليسا ساي يقول لك اديو فوتبول تو سا نو تقدر تولي تقدر انا درت 10 تاع لي زوبيراسيون والحمد لله جي دي تيتر جي موديست اكسبيريونس يعني الحمد لله. دوسيام ايفينمون le premier contrat تاعي اللي درته بروفيسيونيل يعني ما كنتش نقارع باش نكون نولي لاعب محترف والحمد لله رحت من الجزائر رحت ديريكت لتركيا سي ان غران ايفينمون يعني بالك حليت البيبان بزاف جوار مورايا لا بريف هاو فاغولي ديجا راح لتركيا بزاف الناس اللي راهم حابين يلعبوا في تركيا نظن باللي نقدر نظن باللي اي جوار يقدر يلعب من الجزائر يقدر يروح للريال ولا يقدر يروح لبارسا يقدر يروح كيما انا ثاني قدرت نلعب في تركيا كيما نظن كيما سليماني ثاني راح البرتغال كيما يعني هذا يعني حافز كبير للاعبين الجزائريين بصح لازم لهم خدمه ثاني باسكو انا نهضرها غير هكا بلسان بصح لازم خدمه باش تروح تلعب تولي محترف c'était un événement يعني لا سيناتور تاعي اون تركي سي ان غون ايفينمون اوسي لا تروزيام ايفينمون تقمص تاعي الوان الفريق الوطني سيتي ان بروي ماتش تاعي انا في لوغاندا في لافريك كي دخلت تيتولير مع تاس فوت سيتي ان بليزير دو جوي افيك ان غران جوار ديفون توا وتلعب لو مايو الجيريان سي ان غران ايفينمون اللي ما نساهش كاع لا تيتولاريزيون تاعي اللي وليت تيتولير في الفريق الوطني مع ايريل ومهداوي وهذاك هو ليفينمون اللي ماركاني ثاني سيتي مون بريمي ماتش مع الفريق الوطني كاتريام ايفينمون لا رونكونتر تاعي كونتر جورج ويا يعني كان مون ايدول سيتي مون ايدول وكان احسن لاعب في العالم هذاك الماتش لعب هو النيميرو 9 بالون دور لو ميور افونسونت او موند بون انا بروحي بون تفاجات من شتا ليبيرو مي
ما درتلاش حساب سي واي سي ان غران جوار سي مير جوار دو موند مي كي تدخل توصل تلعب في الفريق الوطني يعني الدرابو يفوت فوق جورج ويا ويفوت فوق اللي يحب كاع ما نسمعش انا ما كنتش انا كي نلبس تريكو تاع الفريق الوطني ما نسمع حتى بجوار سانكيام ايفينمون اللي ماركاني في حياتي هو كما نقول لك لا كوب دالجيري اللي ديتها مع الوطن كان توجور حلم باش ندي لا كوب دالجيري والحلم تاعي تحقق مع وداد تلمسان اون 2002 سيتي لا بيل ايبوك سي ان بليزير ونتاسف كثير كي نشوف الوضع فهاد الوضعيه اللي راه فيها والمستوى اللي راه فيه سي فريمون انوبليابل باسكو كنا فريق فريمون قوي ماشي قوي باسكو كان عندنا دي كرون جوار سور تيغان مي كنا فوالا كنا سوليدير كنا فاميليال كنا خوت وجافي لونير كيما يقول لك لومبورتي نتمنى الجن واحد اخر يذوق كيما يقول لك الحلاوه تاعها باسكو على عندها شارم سبيسيال لا كوب دالجيري احسن بلك قالها له صاحبه مدافع ايسر وقيل قالها له صاحبه ولا اخوه هذه مير اريار غوش او موند نو parmi les meilleurs arrière gauche au mais pas le meilleur arrière gauche au monde parce que si c'est quoi meilleur arrière gauche au monde c'est حاجه كبيره ثاني مالديني مير arrière gauche au monde Marcelo mais غلام راه عاده جاي باسكو لا رانا نديروا له في واحد لا بريسيون قلنا على الاخر مير اتاكون موند دروك ما راهش يمركي شحال واحد تقول راه مير اتاكون مير جوار او موند ما زيدش تشوفه محرز مير جوار دافريك ما شفناهش ابري عطيناه بالون دور مي ما شفناهش ابري باغ اكزومبل فوالا باسكو انا نظن بلي راه عاد شي باركور تاعه نظن بارمي لي مير اريار غوش بارمي لي مير اريار غوش قالها له لونترينر تاعه صافي ابا فوالا كيما خوه ابري لا سيناسيون تاع النوفو كونترا تاعه مع نابولي نعم باك يكون بارمي لي مير اريار غوش ما يكونش مير اريار غوش او مونت كاين فرق بين بارمي تكون بارمي لي مير اريار غوش او مونت باسكو كاين لي اريار غوش وتكون احسن يعني مدافع في العالم ماشي سبا ميم شوز مي بون نتمنى له يكون مير اريير غوش وموند هكا شرف الجزائر نفوتوا لا تروازيام فراس ميسي نا با دو بيرسوناليتي هادي قالها مارادونا قالها مارادونا مع بيلي وما كان اون ايكوت ما على بالهش هادي قالها مارادونا وي جو بونس بلي انا ثاني سوي داكور افيك مارادونا ميسي جو بونس عندها بيرسوناليتي غير بالفيستير باسكو سي التيرا ميسي ما تشوفهاش كيما مينور دوم باسكو ما يسقيش ما كانش مينور دوم باسكو مينور دوم كيما رونالدو تاع البرتغال تشوفه في التيران تشوفه بلي يسقي راديو من هذاك هو مينور دوم حنا الجزائر ما عندناش مينور دوم في الفريق الوطني اكتيالمون ما عندناش مينور دوم وما عندناش مينور دو جو ما عندناش زوج ما عندناش مينور دوم وما عندناش مينور دو جو حنا زوج صوالح خاصنا ما خصناش غير مينور دوم في الفريق الوطني نظن جو سوي داكور مع مارادونا بنزيما ايت ان جوار سور استيمي هادي ديشون يقولها هادي باسكو ديشون ما يحبهاش لا ماشي ديشون كون جاي يبغيه كون راه عيط له باسكو بنزيما يقعد من بين احسن مهاجمين في العالم راه يلعب حدا احسن مهاجم في العالم الوغ جو بونس بلي انا كون جيت اونترينر تاع فرنسا نلعبه تيتولار ونعطيه قبطان كاع بنزيما هادي قالها في فريق عظيم الوغ حاجه نورمال يتعظم راه يلعب مع لاعبين انا شفت الكلاسمون تاع لي مير جوار او موند كاين سبعه ولا ثمانيه من ريال ما تنساش كوميم بالك لاينيكر سي ان غران جوار انا جو ريسبكت بوكو شفته في الباسي وكاع مي بنزيما بارمي لي مير اتاكون دو موند اوسي ويلعب حدا رونالدو لو بلو غران اتاكون دو موند اوسي سي با دوني ا تو الموند باش يكون عندك بنزيما ورونالدو في لاطاك يكونوا عندك سبعه ولا ثمانيه يختاروهم في القرعه من بين احسن مهاجمين في العالم اللاعبين في العالم نظن بلي راه في فريق الاماره يعيطوا له الريال يا اخي هكا يقولوا فريق لي جالاكتيك فريق الاماره والريال يتبعوه ب 200 مليون بنادم ولا ما عرفش شحال في العالم الوغ الا تعظم ولا تكبر جي عليه ما نجيش داكور مع لاينيكا
Je veux 7 enfants et autant de ballons d'or. هذا رونالدو هذا دا ديجا ستة ولا شحال دا خمسة ماشي ما راهش عندك خمسة تاع تاع بالون على جوي عندك خمسة تاع لي بالون دور في العالم بادوني تو المون انا مانيش فاهم كيف يخم كي يرقد هكا ويشوف خمسة تاع لي بالون دور هو براحة مش مأمن واقيلا راك فاهم سا يدير هذاك اللي دار سبعة يقدر يدير 700 بص هذا كاع لي موان باش يجيب 700 بص ماشي غير سبعة لو شوا ديالو انا شونسون تبغيهم انا نبغي انا نبغي حسني بزاف خويا الله يرحمه ما نكذبش عليك سي لو شونتور لو تاع يعجبني فيك الزين والعقل جامي كيفك انا نلقى فريمون دائما الله يرحمه مسكين ما تنساش توجور هو توجور حي انا في قلبي حسني الله يرحمه وكان يبغي مساكين هو ثاني وكان ان كرون جوار اوسي كاين بزاف اللي ما يعرفوش بلي حسني سيتي ان كرون جوار في لازم بدا في لازم في جمعيه وهران ولعب لعبت معاه جافي با لا شونس باش نلعب معاه لعب معاه تاسفاو تلعب معاه مقني فيصل الحكاوي عليه اللي لعبوا معاه واللي عرفوه انا نعرف خوه واري هو ما عرفتهش انا عرفته كنت سيبوتي هكا نبغيه بزاف مي كان ان بليزير نلعب معاه سيتي ما عطاوناش الوقت خلاوناش الوقت باش نلعبوا معاه ما خلاوناش الوقت خويا وشفت لا فيديو تاعه سيتي ان غون جوار ونترحموا عليه ونظن باللي كاع الجزائريين كاع الشباب تاعنا كاع يحبوه حميد ان بروفيرب ولا اون ديفيز تخدم بها في حياتك كان يقول لي واحد الكولونيل الله يرحمه يقول لي كونكم رجال يعني قبل الماتش يعني هذيك اللي تعلمتها انا يعني كنت توجور يقولنا اللي بغى يبكي يفوت بكي قبل لا تقلع ماشي كي تولي هذه كان يقولها لنا واحد الكابيتان كان كابيتان بصح كانت عندها رتبه تاع جينيرال باسكو الا يتروا كوب دالجيري مات الله يرحمه مات كان في الدوزيام ريجيون كي كنت في الدوزيام ريجيون كان يقولها لي يقول لي حميد قول لي جوار اللي بغى يبكي يبكي قبل لا يقلع ماشي كي تولي سخط روطار انكدوت بالغ واه كاين دي زانكدوت كاين حكايات كاين كيما اللي نعقل عليها غايه كاع سيتي مع واحد توجور نحبه باسكو سي ان امي اموا نبغيه هو عندنا راه قال لي نقابل زيدان ومن بعد كي شفته في الماتش تاع فرنسا لقيته في التريبيل كي ولا قلت له قدبت زيدان ولا مرتاه هو هذه اللي ضحكني بزاف كي نتفكرها توجور نبلغ له سلامي سي ان غران جوار دوماج داك ما راهش ثاني في اللوط الى ديسباري اوسي واي الى ديسباري اوسي ثاني نهار ثاني كاين بزاف حكايات مع في تلمسان اوسي مع دحلب ونا باسي ان بون مومون اوسي انا ريغولي اوسي هذوك ثاني ضحكنا بزاف صابيح نشكرهم بزاف اوسي ولد سفيان نبلغ لهم سلامي ثاني نبغي نورمالمون واقفين معاك واه راهم معايا توجور راهم واقفين معايا بزاف كاع داود سفيان ومصعبيح سي فريمون كون يقولوا لي عطينا قلبك نعطيه لهم باسكو فريمون رانا متحدين ومتعاونين سي فوالا هذه كلشي كرة القدم لقتنا انا يقول لك ما هي الا لعبة لمعرفة الرجال هما هاي كرة القدم لقتني مع داود سفيان ومصابيح ما كنا ما خوت ما زايدين في 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 بيت وحدة ما والو حنا بكرة القدم راه عندنا 30 سنة 10 وكاين مزاير روسي اللي نبلغ له سلامي ثاني خويا وحبيبي ثاني نموت عليه مزاير هشام ثاني ان غران غارديان روسي هذاك ثاني لا ديسباري روسي كاين فريد غازي ثاني لا ثاني هذاك ثاني خويا ثاني لا ديسباري ثاني هذاك كاين الجزائر ما جو سي با عندنا دي جوار اللي مدوا الفريق الوطني ومدوا الانديه بعد في لافان ما قدروا يدوا من والو ما قدروا يدوا والو من الجزائر توسع على كيما قلت لك ما كانش لي سونتر دو فورماسيون على اللي راه جاي مورانا باسكو رانا نشوفوا بلي نقصت ليديكاسيون نقص ولا لي زاغريسيون بزاف ولا الجان الصغير ولا ياكل الكاشيات ولا تبع طريق اللي ما نورمالمون يمشي طريقه علاه باسكو ما لقاش ناس لي يوجهوه ما لقاش ناس لي فوالا لي سكري ما عنديش كما قلت لك لي سكري انا جو با سكري انا اللي في قلبي في ساني باسكو انا صريح ملي زدت وانا صريح بصراحه ما نقدش سكري
بورتو هذيك تاع ليستر قليل قليل اللي كان سامع باللي واه كلام على بلاش بها لافير تاع ليستر. كنت انا في ليستر قبل محرز على ليبوك درت لي سي تما قلت لك علاش الجنو ما قدرتش نلعب في 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 في, في, في ليستر. هذا ماشي سكري نظن كاين على بالهم بون لا جينيراسيون ما على بالهمش سي فري لا جينيراسيون ما على بالهمش بتات نقدروا نقولوا هذاك سي ان سكري نظن ما كانش ما كنتش حاطه سكري باسكو تهضرت عليه لابريس ثاني في ذاك الوقت بورتو ما كانش كاين لابريس كيما دروك ما كانوش لي مويا كيما دروك تاع تشوف 10 تاع لي شان ولا كانت عندنا شان وحده حتى ما كنا نعيطوا لها كانت عندنا شان وحده كان عندنا غير كومبيتيسيون ولا اللي كنا اللي كان باين باين كومبيتيسيون ولا البوتور سي تو هذا ما كان مي سكري مش با سكري هذا سكري لا تركي نو الحراش نو فوت دي بون مومون والله فوت دي بون مومون في بارتو باسكو ما انا كل يوم نضحك كل يوم نلعب كل يوم نهضر نحكي مع كاع الناس ديسكوتي هكا نفرغ شي عندي ما عندكش كلشي شيء ما عندي سي با سكري سي ولا سكري لا سكري ما نقادش ندس نتمنى باش كيما يقول لك حاجه نتمنى هاي كيما يقول لك العام 2018 يدخل علينا بالربح ان شاء الله ويكون كيما يقول لك في الخير علينا وعلى كاع الامه الاسلاميه ونتمنى باش كيما يقول لك المياه تولي لمجاريها والفريق الوطني الجزائري يولي لبلاصتو باسكو رانا بعاد ونضريت بزاف كي ولينا ثاني من اضعف الفرق في العالم ومن اضعف الفرق في افريقيا. نتمنى باش يديروا لنا لي سونتر دو فورماسيون باش نعطوا الخبره تاعنا ونعطوا كيما يقول لك الاكسبيريونس تاعنا اللي فوتناها في الباركور لا مودست اكسبيريونس اللي درناها في الميادين باش نعطوها اللي جا اللي مورانا باش ما نبردوهمش كيما حنا بردونا حنا مشي تبردينا حنا كيما يقولوا وحنا اللي قد تكون باين نقولها لك زعما بكل صراحه الا قتشيت في هذا الوقت باش تكون معاهم وانا ما نقدرش نوصل نضرب الشيته باش نكون معاهم زعما الحمد لله جي بيرسوناليتي عندي شخصيه ما تخلينيش نوصل نضرب الشيته باش نكون انا في البلاطو ولا نكون في لا تيلي تو لي جور جو سي با كيكان لي فان بزاف في لا تيلي باسكو خاطيني كيما قلت لك ما او نيفو دي زيكيب ولا ما او نيفو ما نقدرش نكون ما نقدرش نطيح من الاخر من الشخصيه ديالي باش نكون معاهم باسكو يا الدخال على كره القدم هادو كلاونا صدموا علينا ماسون صدم علينا المانوفري صدم علينا البناتري صدم علينا العساس تاع السقويلة صدم علينا باترون كباري صدم علينا انا نقول لك لي ديليجون نعطيك اكزومبل ديليجون تاع فوالا تاع لي زيكيب دروك الا يكون عندك كباري يعطوك ايكيب الا يكون عندك بيجوتري يعطوك ايكيب الا ان ديليجون دروك ما عندهاش علاقه كاع بكره القدم كي تجي تشوف انت ماسون ولا مانوفري ولا بناتري ولا يقول لك انا ديليجون في لامسيا ولا الواط ولا سيرتي ولا لوسما ولا جياسكا ولا وانت تعرف باللي هذاك السيد ما عندوش علاقه بكره القدم لا با ميم با ان بتيت اكسبيريونس في كره القدم داخل على كره القدم تو سا باسكو عطيناهم لا شونس وباش ولاو يهضروا على كره القدم وما عندهمش علاقه هادو الدخاله هادو ماذا بيا يديروا لي سونتر دو فورماسيون هذا زاتشي ولا هذا الوزير يدير لي سونتر دو فورماسيون ويجيب لي زونسيان جوار اللي عندهم علاقه بكره القدم باسكو رانا اضعف فريق وطني في العالم نبغوا ولا نكرهوا ورانا اضعف فريق وطني في افريقيا ويقلع علينا هذا البناتري وهذا المانوفري وهذا العساس وهذا مول بيجوتري وهذا اللي عنده حانوت تاع قش واحد عنده حانوت تاع قش ما تقدرش تهضر معاه في كره القدم واحد عنده بيجوتري ما تقدرش تهضر معاه تحصل واحد يبيع دجاج تحصل كون تهضر معاه على كره القدم انت عندك 20 سنه تاع بوله راك بطال هو عنده يومين خدمه وراه هو بريزيدون تاع فريق وراه هو عيب من بعد نقولوا علاه كره القدم تراجعت الجزائريه وعلاه ولينا اضعف فريق وطني علاه باسكو الدخاله على كره القدم بزاف باسكو هادو الناس شراو الشعب بالدراهم هي كره القدم ما تشراش كره القدم كما سين باسيون لقي كل مليها باش وصلنا ولينا اضعف فريق وطني في العالم واضعف فريق وطني في افريقيا سي غاف سي دوماج
تو سا باسكو هاد الدخاله على كره القدم دخلوا علينا في كل شيء. حنا ما انا ما رحتش عندها قلت لها باغي نولي ماسون ولا نولي انا قعدت بطال ما نروحش عندها نولي مانوفري وما نروحش عندها نخدم مع القش وما نروحش عندها نبيع الدجاج وما نروحش عندها نبيع الذهب. مي هو جا عندي جا في الميتي تاعي اي ما لما دابيا هذا وزير شبه رياضه وهذا سي زاتشي يصفيها باش كرة القدم الجزائرية تولي المكانة ديالها. سي سا سكو جو دوموند في 2018 اي جاسبر يبدو يبنوا يبدو يحفروا مازال ما حفروش ميم با باش يديروا لي سونتر دو فورماسيون. كثروا لنا غير الحباس قهاوي لي كاباري لي بار جو سي با انا لي باتيمون اضرب زنس لا باتيمون كاع يروح بصح سونتر دو فورماسيون تربي جان من على 20 سنة تلقاه لو جان هذاك الفريق الوطني خاصه دي جوار ديروا له لي سونتر دو فورماسيون ديروا لنا انا هذا ما فهمتش انا هذا الشيء هذا يقول لي خلي لي الوقت ما عندناش الوقت راه خلاص فريق وطني في العالم ما عندناش وقت اون با يفو كري لي يفو يبدا يبني بدا تبني يقول لي خلي لي الوقت شنو خلي لك الوقت فريق وطني ما يروحش لروسيا صاي ما يلعب ما يلعبش كود افريك ما يلعب كود افريك ما نشوفهاش باسكو جي اونت دو بارلي سور الفريق الوطني ماتمون ديروا لنا لي سونتر دو فورماسيون بدا يبدا يحفر باش نخدموا هاو نقولوا بطالين حنا سمحناش لعبنا دروك لعبنا التنس لعبنا بورا ولعبنا في الفريق الوطني ولينا محترفين ولعبنا 20 سنه دوك حنا خاصنا وين نخدموا وين نروحوا نخدموا وين كاينش وين نخدموا عطاونا ديبلوم انا غادي نتصوره ونديره في كادر ونديره في الصاله مع شهاده التكريم اللي راهي عندي شنو ندير به هذاك الدبلوم انا خصني ديبلوم خاصنا لي سونتر دو فورماسيون نخدمو او عندنا ديبلوم مع سونتر دو فورماسيون كيسكو نوا فيغ افيك لو ديبلوم نيمبورت عندها ديبلوم دروك حوات واحد حوات عندها ديبلوم طاوه ديبلوم حوات بالحوت عطينا ديبلوم كاع الناس راه تدي لي ديبلوم ديبلوم جو انا فوت اسكو لا ترافاي اسكو لا جوي ما يعرفش لا بريسيون ما يعرفش لا يعرفش ما يعرفش ما يعرفش انا نقول لك هادو كاع لي داو لي ديبلوم 80% ما عندهمش علاقه بكرة القدم هو الحق غادي يهضر عليها وشكرا وشوفوا